تسابق إسرائيل الزمن لمعالجة ثغرات خطيرة في دفاعاتها الجوية لاعتراض مسيرات تهاجمها من جبهات متعددة، أبرزها طائرات حزب الله الانقضاضية القادمة من لبنان ومثيلتها من الحوثيين، وكذلك طبعا في اليمن، وكذلك من كتائب حزب الله العراقي. اللحظات الحرجة التي عاشتها إسرائيل بعد الضربة التي استهدفت قاعدة عسكرية في حيفا قتلت وجرحت فيها العشرات كشفت نقاط ضعف لم تكن في الحسبان رغم امتلاكها واحدة من أقوى وسائل الدفاع الجوي في العالم. إلى أن هذه التهديدات الجديدة قلبت الموازين على نحو غير متوقع، خصوصا بعدما اتضح أن الطائرات المسيرة التي تمثل تحديا كبيرا لإسرائيل تتميز ببطئها في الحركة وأنها أقل إصدارا للحرارة، ما يجعل رصدها أمرا بالغ الصعوبة وفقا لنيويورك تايمز، وهو ما حدث في عديد من المرات التي فشلت فيها دفاعات إسرائيل الأرضية في اعتراضها. إقرار وزارة الدفاع الإسرائيلية بهذه الاختراقات دفع بها وفقا للصحيفة إلى الإسراع في تطوير تقنيات جديدة لمواجهة خطر المسيرات التي استطاعت سابقا التجول بحرية في الأجواء والتقاط صور حساسة دون رصدها، وهذه حقيقة مرعبة للإسرائيليين، فرضت عليهم التفكير مليا في استراتيجياتهم الدفاعية. خطر المسيرات أيضا جعل الحكومة الإسرائيلية تستعين بقطاعها الدفاعي عبر إطلاق مسابقة بين 8 شركات لإيجاد حلول فورية تحول دون حدوث أي اختراق لدفاعاتها الجوية. رغم نجاح القبة الحديدية والسهم 3 في التصدي للصواريخ البالستية، يقر الخبراء بضرورة إعادة تصميم الأنظمة الدفاعية لمواجهة تهديدات الطائرات المسيرة، حتى أن صحيفة جيروزاليم بوست أكدت استخدام حزب الله عدة أنواع من الطائرات المسيرة الفتاكة بحسب وصفها، فيما ذكر مركز الأبحاث الإسرائيلي ألما بأن الحزب يمتلك نحو 2000 مسيرة، ما يربك حتى اللحظة حسابات الدفاعات الإسرائيلية. من بيروت ينضم إلينا العميد خالد أحمدي، الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك أستاذ خالد. إذن كيف تتوقع أن يكون الرد الإسرائيلي؟ هنا نتحدث دفاعيا، كيف يمكن أن تقوي إسرائيل نفسها؟ مساء الخير. في الدرجة الأولى يعني يجب أن ننطلق من مبدأ علمي في أي منظومة دفاعية، أنه ليس هناك أي منظومة دفاعية غير قابلة للاختراق، أو لا يوجد ثغرات فيها في أدائها. ليس هناك أداء 100% في أي منظومة دفاعية أو غير دفاعية. يعني إذا عدنا بالمشهد إلى ما يجري بين أوكرانيا وروسيا، طبعا أوكرانيا تدعمها دول الناتو مجتمعة، وروسيا طبعا دولة كبرى ولها قدرات هائلة في مجال الدفاع. تقريبا بشكل يومي هناك اختراقات بالمسيرات، سواء باتجاه العمق الروسي أو باتجاه كييف، وبالتالي الحديث أنه هناك منظومة دفاعية غير قابلة للاختراق هذا كلام غير علمي وغير موضوعي بالدرجة. إيه بس لما نتحدث عن إسرائيل أستاذ خالد نتحدث عن أحد أفضل إذا لم يكن أفضل وسائل الدفاع في العالم. اليوم لماذا تفشل في رصد مسيرات حزب الله مع أنه ذكرنا أنها تتحرك بطريقة أبطأ من الصواريخ؟ طيب عندما نتكلم عن أوكرانيا نحن نتكلم عن منظومة الناتو التي تجمع الألمان والفرنسيين والبريطانيين وكل الخبرات الأوروبية، وعندما نتكلم عن روسيا نتكلم كذلك عن دولة كبرى تستعين بخبرات من كوريا الشمالية ومن الصين ومن إيران، وبالتالي هناك اختراقات. إذن يعني ننطلق من مبدأ أنه هذه المغالاة الإسرائيلية في تكبير حجم هذا التهديد يجب أن ينظر إليه من زاويتين. الزاوية الأولى هي التي تتكلمين عنها، بمعنى أنه إسرائيل تطرح هذه الإشكالية أمام شركات الدفاع وتحاول التفتيش عن كيفية تحسين شروط المدافعة، وهذا طبعا شأن طبيعي عند استخدام أي منظومة ويعني تسجل عليها مجموعة من الاختراقات، يجب البحث عن كيفية يعني رفع مستوى الأداء. وطبعا إسرائيل
تغالي في تقدير يعني قدراتها. طيب لنتذكر انه المنطاد الصيني اخترق الاجواء الامريكيه، طيب الولايات المتحده لم تستطع يعني رصد هذا الاختراق، ثم بعد حين يعني قامت الطائرات الامريكيه باسقاطه. وطبعا اسرائيل ليست اقوى من الولايات المتحده، فالتقنيات الامريكيه هي التي تسير هذه المعركه الاسرائيليه. اذا انا ارى بالدرجه الاولى طبعا يعني إسرائيل تستنجد بالشركات، وربما تحاول كذلك يعني استدراج شركات من الخارج ربما كذلك لتحسين هذا الأداء. المسألة الأخرى أنه ربما كذلك تحاول إسرائيل ابتزاز الولايات المتحدة في هذه المرحلة الانتخابية، حين يعني تطلق هذه يعني شبه مناقصة في من يستطيع أن يملأ هذه الثغرة. هذا طبعا سيدفع الولايات المتحدة أو الشركات الأمريكية للمشاركة، سيدفع الولايات المتحدة بالحد الأدنى لأن تدفع كذلك بضع مليارات من الدولارات لإسرائيل لتحسين منظومتها. هذا إذا ما تكلمنا يعني بالمنطق الواقعي لهذه الأمور. نعم. الآن يعني كذلك من جهة أخرى طبعا المسيرة الإيرانية التي اخترقت الأجواء الإسرائيلية. إذا ما عدنا إلى خارطة إسرائيل وتلك الليلة التي حصل فيها هذا الاختراق، كان هناك يعني قصف على نهاريا، على عكا، وكذلك على حيفا، وهذه ثلاثة مواقع يعني تقع على اتجاه واحد انطلاقا من الجنوب اللبناني. طبعا نجح حزب الله بإطلاق مئات الصواريخ بتشتيت جهد القبة الحديدية، لأنه هذه يعني الـ 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 الأهداف تعالج من قبل القبة الحديدية التي تتعامل يعني مع أهداف ترتفع ما بين 4 كيلومتر حتى تقريبا 70 كيلومتر. أولا هذه الطائرات المسيرة كما تكلم أكثر من شاهد عيان كانت تلامس تقريبا الأبنية، إذن كانت على ارتفاعات منخفضة. نعم. ثم كان هناك تشتيت للجهد الصاروخي الإسرائيلي ربما بعدد كبير من الصواريخ، حتى كان هناك يعني عشرات المسيرات التي انطلقت وبالتالي تم التعامل معها، ولكن ربما كذلك هذه يعني القبة الحديدية. لكن يعني الخبراء الإسرائيليين كما ذكرت أستاذ خالد يتحدثون عن هذا الموضوع بالذات، وأنها يعني تطير على أن يعني ارتفاع منخفض، لكن أيضا ثمة سؤال عن التضاريس، يعني عندما ترتفع كيف تستطيع تجاوز أو استبعاد خطر الرادارات الإسرائيلية، لأنها لا تطير دائما على شكل منخفض؟ يعني أولا أنا يعني أو أولا نحن يجب يعني أن ننظر أنه أولا المسافة تقريبا 30 كيلومتر ما بين الحدود اللبنانية وما بين حيفا، وطبعا ليس هناك على الساحل أي تضاريس جغرافية عالية، وبالتالي تستطيع المسيرات أن تبقى على ارتفاعات منخفضة. وطبعا كان إذا راقبنا البيانات التي صدرت يعني عن العدو الإسرائيلي، كان هناك كذلك مجموعة من الطوافات تقوم بإسقاط المسيرات سواء بأشعة ليزر أو سواء بالرشاشات العادية. إذن المسألة الأولى أنه كان هناك كثافة في المسيرات. المسألة الأخرى أنه قال أكثر من يعني من مرجع إسرائيلي أنه كانت هذه المسيرة تظهر على الرادار ثم تختفي، وبالتالي إذا كانت إسرائيل إذا كان حزب الله أو ربما المسير لهذه المسيرة وهو ربما خبير إيراني، يعني هذه الأنواع المتقدمة من شاهد، نتكلم هنا عن شاهد 136، هذه المسيرات يمكن إدارتها من قبل الأقمار الاصطناعية، وهي قادرة على أن تسير بدقة أكثر من عملية التحكم يعني اليدوي الذي طبعا اللاسلكي، ولكن بطريقة يدوية وعلى الرادار. ربما نجح حزب الله أو من كان يسير هذه المسيرة في البحث عن مسار يعني يتمكن، وربما طبيعة الأرض في جنوب لبنان، يعني البعض يتحدث أنه طبيعة المنطقة هي تختلف عن غزة. انطلقت من جنوب لبنان، ما هي دخلت 30 كيلومتر داخل الأراضي الفلسطينية وعلى المستوى الساحلي، طبعا ليس هناك جبال تلامس الساحل، نحن نتكلم لا في لبنان ولا في إسرائيل، يعني إذا كان هناك ربما التضاريس الأعلى على الساحل اللبناني أو الفلسطيني قد لا يتجاوز بضع مئات من الأمتار. شكرا. وبالتالي أعتقد أنه كان هناك
هناك نوع من الاحترافية في اختيار هذا المسلك. ولكن أعود وأقول أنا أرى أن إسرائيل يعني تثير ضجة كبيرة من قبيل الابتزاز أكثر منها من قبيل أنه هناك ثغرة كبيرة يجب أن يعني يتم ملئها بشكل أو بآخر. شكرا جزيلا من بيروت العميد خالد أحمد الخبير العسكري والاستراتيجي على مشاركتك معنا.